السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. ثم مثل يقول لك خذ الكلمه اللي تبكيك وما تاخذش الكلمه اللي تضحكك. الكلمه اللي تضحكك وتخليك اللي انت هضره كبيره هذيك خليها على جنب وشيمك فيها، ولكن الكلمه اللي تبكيك حاول تتعظ منها وتتنصح به. النادي الافريقي المقابله اليوم ضد النادي القربي أسوأ مقابله في المقابلات اللي لعبهم النادي الافريقي في التحضيرات هذه. لعبنا مقابلة ممتازة جدا ضد النادي الصفاقسي 5 بلاش أحسن مقابلة، المقابلة الثانية ضد باجة 3 بلاش أحسن مقابلة، وجه السوق مشى على روح، بدينا في الصحيح، الفرق الكل ولات نفس الريتم في الفيزيك، كل شيء ولا مريقل، لذلك ورينا إش عندك، إش عند النادي الإفريقي فيزيكمون عادي جدا، أي فريق ينجم يقارعنا حاليا، تعادل ضد الوداد البيضاوي، تعادل ضد وفاق ستيف، ونلعبوا اليوم مقابلة. ضد فريق من القسم الثاني مع كامل احترامات النادي القربي، جابلنا فرص 4 فرص للنادي القربي في الشوط الاولاني، رصراص 4 فرص رصراص ونقص شوي النادي القربي في الشوط الثاني، ولكن الشوط الاولاني 4 كور رصراص، عده لاعبين في النادي الافريقي كلمه حق بصراحه ما همش بتاع فريق في الرابطه الثانيه، ولكن ان سالتم الله اسئله شوي بخت ظهر لي عندهم شوي بخت باش يكوروا في النادي الافريقي. الحارس معز حسن جاته كرة تمركت سهلة مهلة، كرة في الشوط الأولاني خرجوا راس راسي يهزها بيك العادي، سجل هدف كيما الهدف اللي سجل بتاع أكاديميك، لكن الهدف اليوم الأسود هذاك بتاع النادي الإفريقي. إيش باش نقولك؟ مالها إلا آخر مقابلة تحضيرية. الماتش اللي لعبناه هذايا ضد النادي القربي هو بيدو اللي باش تلقاه ضد اتحاد بنقردان في بنقردان. وانا واحد من الناس نقول لكم يمكن مقابله بنقردان اسهل من المقابله بتاع النادي القربي. النادي القربي حضر ضد الترجي في البارك بي خسرنا 2 بلاش، عمل تحضيرات ممتازه، لعب للنادي الافريقي ما عادش عنده رهبه كنت الفرق الكبرى، هاكا كاور معنا عدى الماتش نتاعو بصراحه كأرياد روا عزيز الغريسي باش نقول هيك من الاخر، راه واللي يتغشش دب الراس واللي يحب مرحبا به. عزيز الغريسي اول حاجه رياض روا ماهوش تاع الكليب، تيبور جونيه ومن الاخر وعلى الاخر وكل واحد يشوف اموره. بصراحه رياض روا ماهوش تاع رياض روا، هذايا اللي لعبوا الشوط الاولاني. اسامه السهيلي لاعب ممتاز وممتاز جدا، عنده كوره في ساقيه يلعب كوره كوارجي، اما راي ثم حاجه راي مهمه برشا. اسامه السهيلي كوارجي احسن ملاعبي في البريسك في النادي الافريقي في اللي لعبوا، ولكن الهدف جاء من الجهه بتاعتهم الكل، والفرص نتاع النادي القربي بالذات. علاش قلت لكم راني في التحليل راهو ينجمني حد في الكوره كي نركز في الكوره، الاهداف الفرص اللي جات للنادي القربي الشوط الاولاني كلها جات من الجهه نتاع السهيلي والغريسي وحتى بن عبده وعلي يوسف. بصراحه شيء دوا الملاعب يخرج راس راس عادي جدا. سيمو كاولا جاب ربي تصدى زوز كور، معناها سيرو كانت قربه تمركينا زوز بلاش الشوط الاولاني. على كل حال تتسمى مقابلة ودية واعتدنا على الحاجات هذه، اعتدنا. أنا فريق صغير نربح وأنا من الأول راه ما عطيوش فرصة باش يمركي لي هو بعد نبقى نحصر فيه، هذه حاجة. بالنسبة لحمزة بن عبدة، حمزة بن عبدة هو وعلي يوسف قلب دفاع طبيعي قاعدين يكوروا، ما عندي ما نلوم عليهم ما عندي ما نزيد معناها، تي مازلنا مارينا شيء حسيت. كلهم مازلنا مارينا شيء، ملاعبيه ماهوش منسجمين حتى الملاعبيه القدوم وجدد ما ثماش انسجام، وخاصه تحس ثم شويه كلونات ولكن ما نحبش نحكي عليها، الكلونات هذه ماهيش في صالح الكلوب. على كل حال احنا عملنا اللي علينا، جات الانتدابات جا كل شيء، اش يعمل شومبيرز وهيك الدخيل نطلعوا للسماء يجيبوا لهم لاعبيه ويجيو، هذاك هو هذاك الموجود يا خويا هذاك هو، يا ربي صبرنا. سيموكا ولا يعدي روحه في وسط الميدان محترم جدا، فيزيكمون حاضر جو به. الزمزمي ملاعبي ممتاز، هذا ملاعبي تجب تعمل عليه، الزمزمي تفرجت فيه عندك ما تعمل عليه، هو والسهيلي حاليا اللي ريتهم اللي باش نحكيكم عليه بالشوط الاولاني. العرفاوي اعطاه اكثر واحد شونس، عوضهم من كل بريسك الملاعبيه، العرفاوي اخر واحد قام بتعويضه دقيقه 70 معناتها باش تفهموا. هدف النادي القربي تسجل في الدقيقه الرابعه، الهدف الاولاني نتاع قربه تسجل في الدقيقه الرابعه. اية مالك حتى دقيقة 70 هو بريسك من الملاعبيه الباهين، ملاعبي محترم جدا، كي زومبي لعب 45 دقيقة ممتازين جدا، عمل اللي نحبوا عليه، عمل دياغونال سونتراج، عمل تير على الجارديا شدها الجارديا، عمل جيستويت نتاع ملاعبي، ملاعبي كبير وكبير، هذا هما اللي باش يستحقوا لهم للبطولة، أو كان سميتهم الكل شكون؟
كلهم جبناها من السنين، ما ثماش القدوم، ما ثماش ما ثماش ما غير ما تحكي. حمدي العبيدي، حمدي العبيدي برجوليه برجوليه بصحتك. يا حسره على عبدي، كيما ركيت لنا كنت الترجي بوت صدفه، ولكن بوت صدفه. اسمع، حمدي العبيدي ما عادش ينجم يمشي بالكره خطوتين. اربع فرص راس راس يضيعها، اربع فرص، كل كره تجيه افون صوت قلب دفاع قلب هجوم صحيح. عرفتوا كيفاش تجي كره كنترول هك طرف يصرفك ديريكت بوتو كنترول بلاسي وقت اللي تواتي كون جات بالراس مثالش بالراس واضرب حط في الشبكه. لا ما يعرفوهمش هذو، انا البركان راه، اما هم ما يعرفوهمش، يحب ديريكت مو يشوت. كوتسيزو ستيرس من كوتسيزو تي ماركو فون باستر، ماركو فون باستر ما ادراك من كوتسيزوات قدام من كوتسيزو بركان فون باستر في حياته ثلاثة كوتسيزوات راه بالرسمي ما تحكيش فون باستر راه ثلاثة كوتسيزوات ولا زوز ظهر لي نتفكرهم مع ميلان وقتها مركز زوز كوتسيزوات كوتسيزو مع ميلان وكوتسيزو مع اجاكس على ما نتفكر هكا هو مش كل ديما راه كوتسيزو راه مش بيه كباب تركح كورة ولا بكورة ولا شو بحالنا خويا الله غالب هذاك الموجود. بعد الشوط الثاني قام بالتغييرات، هبط الزعلوني، الزعلوني يا خويا شو باش نقول لكم زاد نفس الملاحظة هو الغريسي، الزعلوني ملاعب يحب يلعب كان في الهجوم دفاعين ضعيف برشا، وهذه راهي مش سهلة راهي باش تعمل كيب قوية وعندك لاري دروا ولاري روكوش ما يفكوش الكورة، عندك لو دو زاري دروا تاع النادي الإفريقي ماهمش حاجة، لو دو زاري روكوش في الكليب أفريكا كورجية سيلي وتيلي ويلز يعطيهم الصحة. ويلز اقوى شوي يمكن دفاعيا كي يلعب، السيري دفاعيا اضعف شوي باش نبداو متفاهمين. هبط رامي البدوي في قلب الدفاع هو ياسين بوعبيد، بصراحه عداو رواحهم ولعبوا مليح. احمد خليل لعب في وسط الميدان في بلاصه موكولا، ما عندي منقول على احمد خليل بصراحه، ما عندي منقول، ما عندي منقول، ربي مع الدنيا، ربي مع كوره، كورو كورو تحب تهز البطوله ولا تحب تلعب على الرابعه ولا الثالثه؟ ان شاء الله ان شاء الله حاسينوا الفريق نتاعنا قاعد يتبنى. وخليني ساكت بدون تعليق، ايكيب كامل راه ايكيب كامل، عملنا انتدابات عملنا عملنا وفي الاخر هما بيدهم لاعبين تعملوا اللي يزيدوا يكوروا، اش علينا فيه؟ غايه الصغير يتبختر، اتبختر يا حلوه يا جميله، وحده 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 وحده، اي سونتراج اي سونتراج، اي عباره تلعب في بطحه، بطحه كان ماهمش حاصرينك هكا كوارجي، كان حصروك، مشى غايه الصغير. العجيمي، العجيمي طفل صغير هبط ياهي يتحرك شوي شوي، أما ما عندي منقول باش يلعب تيتولير شنيا الحكاية ما يجيش، هبط الخضراوي، خضراوي ممتاز وتحرك وجو به، الحاجة اللي كانت تفكروها الزعابي وقتها قبل ولا الزابي ولا اسمها هكا يكور في المنتخب التونسي هبطوا هبطوا درج وخرجوا مع المدرب وقتها إكسبرايا حاجة كيما هكا في كأس فريق، هذا نفس الحكاية آدم قرب هبطوا على أساس جناح في بلاصة كيزومبي. لعب درجين هذا مقرب ولي طايش في الكره في الدفاع. شو نقول لكم لعب نتاع بطحه يبان اخويا شوف بطحه كور به حاصيلو في درجين هبطوا في بلاصه كوزومبي وبعد يعمل هكا يخرجوا تغشش عليه المدرب يخرجوا يهبط بسام صرافي، بسام صرافي يخرج راس راس كره على ساقيه الميتر ساقيه اليمين راس راس يشوتها تجي بعيده على الجول 20 متر معناها يعني سبحان الله اخي ملاعب يلعب كان باليمين باليسار كي تجيك شوت على اليمين ما تمركيش في هالرين ملاعبيه كبار كي تجي مع اليمين يمركيب على كل حال اذم ملاعبيه النادي الافريقي بالنسبه لهدف التعادل سجل هدف رامي البدوي دقيقه 51 كان هدف عالمي بصراحه رامي البدوي سجل هدف عالمي اجمالا المقابله نتاع النادي الافريقي أسوأ مقابله في الوديات او مش نقول لكم بصراحه المستوى اذا كان باش نمشيو بالمستويات هذه راهو البطوله ما نجمش نفوزوا بها بكل سهوله اذا كان نخمو في التخمام هذاك باش ننافسوا على البطوله صحيح ولكن ما ناش احنا لو فافوري لو غرو فافوري حط في بالك ثم مقابلات باش يجيوك صعاب باش يلعبوا الملاعبيه نتاع عمنا ولا ذوكم باش يضروك في بعض المقابلات عندك ملاعبيه باش يجيبوا لك بارتيات النادي الافريقي ناقصنا قلب هجوم يمركي بالراس ناقصنا قلب هجوم جباري فاش تستناو يا هيئة النادي الافريقي هذا المطلوب عندك الملاعبيه اللي بصراحه قالوا الملاعبي وسط الميدان الدفاعي اللي من غانا الملاعبي محمد شوكان صحح ان شاء الله يصح صحيح ونرتاحوا من الحكايه وخلي يشد بلاصتو في وسط الميدان مع سموكا ولا خاطر وسط الميدان فيه زرزمه كهو الباقي كلهم ركاي ماهمش قويين الصغير ما يتعاملش عليه بصراحه نتاع ربع ساعه العرفاوي ما يتعاملش عليه
قلب الهجوم حمدي العبيدي ما يتعملش عليه. الكينغسلي ايدو ها عندك اش عندي اما كوميا بيلزموا قلب هجوم كاسح بالرسمي. ان شاء الله هنجيبوا قلب الهجوم النيجيري اللي حكينا عليه ان شاء الله يجي. صراحه قلب هجوم ممتاز جدا الماركي 21 في نيجيريا. بالنسبه للملاعبي بتاع الوداد البيضاوي الموريتاني وسط ميدان هجوم ان شاء الله يجي. النادي الافريقي ناقصه ولكن بالمستوى هذايا صحيح مش نلعبوا مباريات المرتبه الاولى للثالثه ولكن ماناش احنا الفافوري باش نفوزوا بالبطوله. نقول هاكم كلمه حق وان شاء الله يتحسن المردود نتاع الملاعبيه. والسلام عليكم وفيفا فرزا السيارة.